يمكن لك عاباك تقدم لنا السميه ديال الربان؟ عبد الرحيم بن عطاء. مين؟ مش من شنو مدينه؟ بالويدان. بالويدان انت من هاد المنطقه ولا من المدينه ديال؟ لا بالويدان، قريه بالويدان. نعم. يمكن لك تقدم لنا شي فكره على هاد السد العام اللي تنشا فيه هاد السد هذا؟ السنه اللي تنشا فيه؟ السد 1950 فاش تبنى. يعني في الفترة الاستعمارية تبنى؟ 1950 فاش تبنى. نعم. تقريبا ديك 1960 صافي عمل. نعم. ويمكن تقول لنا على يعني هو سد بالويدان كيصبوا فيه مجموعة ديال الويدان. يمكن تقول لنا هاد الويدان اللي كيصبوا فيه؟ كاينين جوج ويدان، كاين وادا حنصر وادا. يعني هاد وادا حنصر كيجي من إقليم أزيلان؟ لا كيجي من جهة الزاوية. الزاوية فين جات الزاوية؟ الزاوية تاع حنصر. الزاوية تاع حنصر، يعني شمن إقليم؟ راه تبع إقليم أزيلان. لا تبع إقليم أزيلان. نعم. والواد الاخر الكبير؟ واد العبيد جاي من جهه اخرى. واد العبيد جاي من الجهه ديال جهه واويزاك. واويزاك نعم. وكاينه مجموعه ديال الويديان الاخرى اللي كتصب فيه، كتجي من الجهه ديال علم التشيل من جهه. نعم. تقدر تقول لنا شي فكره على الطاقه الاستيعابيه ديالو على هذا الواد هذا السد هذا الطاقه، يعني شحال الحموله ديالو، شحال كيهز ديال المتر مكعب؟ والله ما عارف. اخا 44 كيلومتر كاري. وفوقاش دخلت هنا هاد يعني بغينا نقولوا هاد السياحة الترفيهية دابا عندكم هاد المركب هذا المراكب، فوقاش تعملت؟ فوقاش جيت تعملوا هاد الباطوات هادو المراكب هادو ديروها؟ طريقة الأكلات والمناسبات باش تكون عامر بإذن الله. وشحال كتعملوا الريح الثمن ديال الرحلة؟ الرحله على حساب 25 درهم 50 درهم 100 درهم لواحد. يمكن كذلك تقدم لنا يعني قمنا الاقبال ديال الزوار على هاد المراكب والرياضات البحريه الرياضات المائيه اللي موجوده ولات هنا منتشره. تكلمنا عليها شويه على الرياضات اللي موجوده هنايا. بحال لاحظنا بان كذلك يعني ركوب الموج، ركوب الموج ديك راه كيجروهم الباطلات وداك الشيء. فاش هاد الرياضه تهضرت هنايا؟ في الصيف. دابا لاحظنا دابا كاين بعض اللي كيمارسوها دابا في هاد المكان. كان عندي واحد المسابقه كبيره في البندره ديال الدراري الصغار. دابا تنظمها، شكون اللي نظمها؟ شي نصارى. الشمايه. وكيفاش كتشوف الاقبال زعما ديال السواح المغاربه والاجانب على هاد يعني الزياره ديال سد بالويدان؟ مزيان. نعم. لاباس كان سمح لي.